زرعت الصحراء ويرود قلبي تولع بالرياح حب ورثته من الجدود. يا نجد يا أرض وسماي يا جزعان وسط اللسان الحب مالي فيه غان ما ظني لي غيرك مكان. يا نجد يا أرض وسماي يا جزعان وسط اللسان قلبي تولع بالرياح طبعة المشاهد تبدأ الآن تقدمها لكم بدور أحمد. أهلا بكم مشاهدينا. تمثل مشاريع الرياض الكبرى التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين أمس الثلاثاء خطوة استراتيجية تمت بإشراف مباشر من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في سبيل تطوير مدينة الرياض، حيث التنوع في المشاريع الانتاجية والخدمية والارتقاء بالمستوى المعيشي الصحي للمواطن وخلق فرص العمل للشباب. وتطرح مشاريع الرياض الكبرى فرصا استثمارية واعدة أمام القطاع الخاص بقطاعاته المتنوعة، وهو ما يؤكد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالمملكة. الرياض تتجدد وتزداد بهاء ونشاطا بقيادة باني نهضتها الملك سلمان ورؤية ولي عهده. خادم الحرمين الشريفين يطلق أربعة مشاريع مليارية كبرى، مشاريع نوعية تحقق مستهدفات رؤية 2030 في الارتقاء بتصنيف الرياض بين عواصم العالم. بين حديقة الملك سلمان والرياض الخضراء والمسار الرياضي والرياض آرت تزهو العاصمة بحلة المستقبل بتلك المشاريع العالمية العملاقة. هذه مبادرة الرياض الخضراء، أكثر من 9000 مسجد بيشجر وآلاف المدارس طول عمرك، وبرضه بيصير في مساهمات البيوت التشجيرة والأرصفة والشوارع طول عمرك، وبيكون أثرها على البيئة جيدة طول عمرك وعلى تخفيف التلوث جيد الله يسلمك، وقد انها تؤثر على درجه الحراره بشكل ايجابي. مشاريع استمع خادم الحرمين الشريفين لشرح مفصل بشأنها من الأمير محمد بن سلمان، حيث تقوم عليها لجنة برئاسة سموه كعادته في تسريع الجهود والخطى لتحويل الرؤية إلى منجزات واقعية ونوافذ مستقبلية. البهجة والصحة، الفن والإبداع، الرياضة وجودة الحياة، الاستثمار والتوظيف، عناوين بارزة في مشاريع الرياض، مع مضاعفة نصيب الفرد من المساحة الخضراء 16 ضعفاً عبر إنشاء أكبر حدائق المدن في العالم وزراعة أكثر من 7.5 مليون شجرة في كافة أنحاء مدينة العاصمة. والرياض معرض مفتوح زاخر بالأعمال الإبداعية المحلية والعالمية، وعنوان كتاب المملكة تنمية وازدهار، نهضة غير مسبوقة. مشاهدينا، دعوني أرحب بضيوفي في هذه الحلقة. ضيفي في الاستديو الدكتور أحمد الطيار المختص بالشؤون الاقتصادية والاستراتيجية، حياك الله. أهلا وسهلا. يا هلا بك. يا مرحبا. وأيضا مشاهدينا ضيفي من جدة الأستاذ حامد الرفاعي الصحفي في جريدة المدينة، أهلا بك أستاذ حامد. مرحبا بك وبضيفك الكريم وبالمشاهدين، حياكم الله جميعا. أبدأ معك يا دكتور أحمد، كيف تنظر لهذه المشاريع الضخمة والعملاقة في الرياض؟ في الحقيقة مشاريع تبشر بخير، استبشرنا خير بالقرارات اللي سمعناها ليلة البارحة. في الحقيقة المملكة تسير بخطى واثقة وبخطى ثابتة وتطرق أبواب المستقبل بهذه المشاريع الضخمة. 86 مليار قيمة مشاريع تصب في عاصمة المملكة العربية السعودية، هذه تعتبر خطوة يعني تجاه المستقبل، يستبشر الجيل القادم والجيل الحالي بهذه المشاريع، توفر فرص عمل سوف تكون لا يقل عن 70,000 فرصة وظيفة عمل لأبناء الوطن، بالإضافة إلى
أكثر من 50 مليار ريال قيمة هذه المشاريع التي سوف تنعش وترجع بالإيجاب على الاقتصاد في المملكة، مما سينعش سوق القطاع الخاص والمساهمة في المشاريع. أستاذ حامد، بما أن كل الصحف تناولت تغطية هذه المشاريع الضخمة في الرياض التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين وكانت بإشراف ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، كيف تنظر أو كيف رأيت التغطية الصحفية بما أنك صحفي في جريدة المدينة، كيف وجدت هذه التغطية الصحفية من صحفنا المحلية؟ التغطية الصحفية كانت مميزة وتفاعلت مع هذا الحدث الكبير الذي سوف تكون إيجابياته ومخرجاته لجميع أبناء الوطن وليس للرياض. نحن نتحدث عن عوائد اقتصادية في يوم من الأيام خلال 10 سنوات وتحديدا في 2030، عوائد سنوية سوف تصل إلى أكثر من 70 مليار ريال. أيضا نتحدث عن وظائف تصل إلى 70,000 وظيفة، ولذلك شاهدنا الصحف المحلية تتفاعل مع هذا الحدث بعناوين بارزة وبتغطية مميزة تواكب هذا الحدث المميز الذي يتم من خادم الحرمين الشريفين مهندس الرياض وباني نهضتها. شاهدنا الصحف في صفحاتها الأولى المانشيتات هي لهذا الخبر الذي يهم جميع أبناء الوطن، والذي لا زالت أيضا بخلاف الصحف وسائل التواصل لا زالت الآن ردود الفعل متواصلة في هذا الحدث الجميل والمميز. دكتور أحمد، كيف تنظر لهذه المشاريع بما يتسم أيضا عن إيجاد فرص عمل للمواطنين والمواطنات في قطاعات مختلفة؟ في الحقيقة أنه توفير 70,000 وظيفة ليس بالرقم السهل، بما أنها 70,000 هذه سوف ترجع في يوم من الأيام بالإيجاب وتخفض من مستوى معدل البطالة في المملكة، بدليل أن مستوى البطالة في الأيام الماضية أو لو استقرأنا الأرقام الاقتصادية التي تتحدث عن معدلات البطالة في المملكة لنجدها في انخفاض في الثلاث سنوات الماضية، لكن بخصوص المشاريع التي نتحدث عنها الآن سوف تقوم بتوفير ما قيمة 70,000 وظيفة بزيادة تقريبا فوق 60% عن المعدلات الحالية، مما يعني أن هذه ثمار سوف تقطف خلال المرحلة وخلال المشوار إلى 2030. نعم، هي كانت أذكر آخر إحصائية للبطالة كانت 47%. أي نعم. الآن انخفضت إلى 7%. هذا سوف يؤدي إلى انخفاضها بشكل أكثر. ممكن تصل إلى صفر؟ في حال من الأحوال في 2030 ممكنها تتعدد، تكون رقم البطالة صفر في المملكة في 2030. هذه أحد الثمار التي سوف نجنيها. نعم. خلال المرحلة وخلال الطريق إلى 2030، لأن تكوين تلك المشاريع وطرح المشاريع هذه من الطبيعي أنها تحتاج وستطلب موارد بشرية وأيدي عاملة لملء وشغل تلك الوظائف. نعم. حتى في يوم رأيت في أحد الصحف الغير طبعا الغير محلية الغير سعودية تتحدث عن المشاريع في المملكة العربية السعودية أنها سوف توفر وظائف في هذا الكم وهذا العدد المباشر، وأنها لن تغطى اللي هو القوى البشرية السعودية، مما هذا يدل أن معدل البطالة في المملكة العربية السعودية سوف يصل في 2030 إلى معدلات. جميل جدا. أستاذ حامد، الأمير محمد بن سلمان ذكر عند انطلاق هذه المشاريع بأن المشاريع ليس فقط على في الرياض، راح تكون في مختلف مناطق المملكة. هذا الكلام ماذا يعني برأيك؟ هذا يدل على ما لدي سمو ولي العهد من طموح لإيصال جميع وسائل السعادة
لأبناء الشعب السعودي في شمال المملكة وجنوبها وشرقها وغربها. بالفعل شاهدنا خلال الفترة الماضية العديد من المشاريع في مدن المملكة. بالأمس شاهدنا في الرياض، وأيضا تابعنا تصريح سمو ولي العهد وتأكيده بأن مثل هذه المشاريع سوف تواصل وسوف تكون في بقية مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية. وهذا يبين الاستراتيجية الوطنية التي أعلن عنها سمو ولي العهد خلال الفترة الماضية، استراتيجية مبنية على مثل هذه المشاريع. نحن نتحدث عن مشاريع مرتبطة بالجانب الاجتماعي، مرتبطة بالجانب الصحي، أيضا مرتبطة بالجانب النفسي والاقتصادي، لا ننسى هذا الجانب والجوانب الأخرى. هذا التأكيد من سمو ولي العهد بإذن الله يوضح أن خطة التنمية البشرية التي تواصل فيها القيادة السعودية ماضية وبشكل ناجح، وبشكل يوضح أن هذه الاستراتيجية مبنية على أسس سليمة وأسس صحيحة. دكتور أحمد، ماذا تمثل هذه المشاريع النوعية والغير مسبوقة ليس فقط على مستوى المملكة، احنا نتحدث على مستوى المنطقة، ماذا تعني؟ تعني أن لو أخذنا على سبيل المقارنة في بقية دول المنطقة وعلى المستوى الإقليمي، لا نجد أن المملكة العربية السعودية تتقدم بخطى ثابتة متميزة عن دول المنطقة بأنها تتميز بنقلة لا تضاهيها إلا بعض الدول المتقدمة كالدول الأوروبية والدول العالمية. المملكة أثبتت أنها تتخطى جميع الصعاب، جميع العقبات والتقلبات التي تحدث في المنطقة من التقلبات السياسية والتقلبات الاقتصادية، مما يثبت مكانتها وقوة ومتانة اقتصادها وقوتها السياسية ومكانتها الإقليمية والعالمية. نعم، للحديث أكثر مشاهدينا عن مشاريع الرياض الكبرى ينضم معنا عبر الهاتف المحلل الاقتصادي الأستاذ ناصر القرعاوي. حياك الله على شاشة الإخبارية أستاذ ناصر، كيف رأيت هذه المشاريع التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين بإشراف من ولي العهد الأمين، ومدى تنوعها وبنفس الوقت تناغمها وارتباطها ببعض؟ شكرا لكم، وهذه المناسبة هي مناسبة سعيدة جدا على كافة شرائح المجتمع. لا شك أن هذه الحزمة من المشاريع هي نقلة مختلفة عن كل ما يبحث وكل ما يقارن مع الدول الإقليمية والعالمية. يعني قد نقع في خطأ بسيط جدا ولكنه مؤثر، وهو أننا نقارن أنفسنا بدول أو تجارب أخرى. هذه الإنجازات الكبيرة التي تحدث الآن في المملكة العربية السعودية غير مسبوقة، ولذلك يجب أن نخرجها في سياقها الطبيعي إلى أنها فعلا تجربة سعودية عالمية مختلفة عن كل ما سبقها من التجارب في هذه المشاريع تحديدا. مدينة الرياض هي المدينة التي استقطبت كل شباب المملكة والأسر الصغيرة دون 40 سنة، الأسر التي الناشئة للبحث عن العمل، عن التعليم، عن الصحة، عن المستقبل، وهم يحتاجون إلى مثل هذه القنوات التي ترفع من مستوى المعيشة وترفع من مستوى أيضا الترفيه والسياحة. هذه المشاريع بالتأكيد منذ عهد الملك خالد رحمة الله عليه، ونحن ننتظر مثل هذا المشروع الضخم جدا، لأن مطار القاعدة في وسط مدينة الرياض كان هذا الحلم، هو أيضا جاء بفكرة الملك سلمان وهو أمير مدينة الرياض حينما قال سنحتفظ بهذه المساحة في يوم ما لما يقدم مدينة العاصمة، وهذا الأمر تحقق والحمد لله في عهده، لأن كان هناك فكرة أن تقوم بحيرات على ضفاف مدينة الرياض، وفصل مدينة الرياض يكون في قبة فلكية حينما صعد الأمير سلطان بن سلمان إلى الفضاء، وكانت هناك أحلام حقيقية، لكن الأحلام تحققت بفعل الرجال، بفعل الفكر الذي قادنا إليه سمو ولي العهد محمد، وأعطانا الأمل الكبير في الله سبحانه وتعالى في أن بلدنا سيكون النموذج الأوحد على مستوى العالم الذي يتميز بمثل هذه المشاريع. المدينة الرياض تحتاج إلى مثل هذه المشاريع، ليس فقط في الجانب الترفيهي ولا جانب السياحي، نحن نحتاج إلى المدينة الرئة التي تستقطب المؤتمرات والمعارض
الدولية وتحيي الكثير من الفرص الاستثمارية القطاع الخاص. بما أنك ذكرت القطاع الخاص أستاذ ناصر، ما هو دور القطاع الخاص أو كيف سيسهم القطاع الخاص في مثل هذه المشاريع، وما هو المتوقع والمأمول من هذه المشاريع على الوطن والمواطن؟ تجربة دبي ليست بعيدة عن رجال الأعمال، تجربة السعودية حينما ذهبوا إليها وجدوا المناخ ووجدوا الخطة التي اختطتها حكومة دبي. الآن دورهم الآن في بلدهم، ومن لم يستثمر في بلده فليس رجل أعمال وليس مواطن. هذه الفرص لا تتوفر في أي دولة مجاورة أو غير مجاورة، ولا العائد الاقتصادي منها عالي جدا. وكونك تستثمر في بلدك، في بلد تستقر فيه كل مفاصل الحياة الرئيسية، الأمن والاستقرار والفرص المتاحة، كل المواطنين سواء رجال أعمال أو مواطنين أو حتى أيضا من الجيل الناشئ، ستكون هذه المشاريع هي الرئة التي تخلق لنا عالم آخر غير ما كنا نعرفه في السابق من أكثر من 176 حي في مدينة الرياض، حيين في مدينة الرياض أكبر من عاصمة دولة عربية. نعم، المحلل الاقتصادي ناصر القرعاوي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك. أرجع لك ولا نطلع بهذا الستينج مشاهدينا ونرجع. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أرجع لك أستاذ حامد، بما أن الرياض رح تكون عاصمة أو مدينة عصرية وكذلك وجهة عالمية، كيف رح تتغير جودة الحياة في الرياض برأيك؟ يبدو أن فقدنا التواصل مع الأستاذ حامد. أرجع لك دكتور أحمد الطيار، كيف سمعت السؤال؟ كيف راح تكون الحياة أو جودة الحياة في الرياض؟ بطبيعة الحال مع هذا النوع من المشاريع الرياض سوف تتحول إلى مدينة جاذبة، إلى جاذبة ليس على المستوى المحلي على مستوى المملكة، بل على المستوى الإقليمي والمستوى العالمي. من النادر يعني
في المنطقة لا يوجد إلا يمكن مدينة أو مدينتين جاذبات له، وقلنا أنها مدينة واحدة كدبي أو مدينة ثانية، فالرياض مستقبلا سوف تتحول كمدينة جاذبة من الناحية السياحية والناحية الاقتصادية، من ناحية توفير فرص العمل لغير السعوديين، ليس للسعوديين وحسب، لغير السعوديين، من ناحية جلب الخبرات، جلب فرص الاستثمار. هناك شركات أجنبية سوف يكون لديها الطموح للدخول في هذا النوع من المشاريع وتطبيق تجربتها والتجارب الأخرى في دول العالم. نعم، عودة لك أستاذ حامد، كيف سيكون مستقبل الرياض برأيك؟ هو مستقبل زاهر كان، وبإذن الله سيكون أيضا مستقبل زاهر. نحن نتحدث عن الرياض التي دخلت مصاف العالمية بهذه المشاريع، احتوت مشاريع على أكبر حديقة وأيضا غيرها المشاريع الأخرى الثلاثة، سوف تسهم بإذن الله في أن تحول أو خارطة الرياض بمعنى أصح سوف تتحول بشكل جذري. أيضا لا ننسى أن هذه المشاريع سوف تسهم في تلطيف الأجواء المناخية للرياض من خلال حرص قيادة هذه البلاد على الاهتمام بجميع الجوانب المعنية بالنجاح لهذه المشاريع. لا ننسى أن هذه المشاريع تحتوي أيضا على زراعة 7 ملايين شجرة. هذه المشاريع من خلال هذه النظرة الثاقبة سوف تسهم في جذب السياحة للرياض، السياحة الداخلية سوف يكون للرياض نصيب الأسد قريبا من خلال هذه المشاريع. دكتور أحمد، كيف تثمن هذا الحماس وهمة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على إصراره بإنعاش الاقتصاد السعودي بشكل مستمر؟ سمو سيدي ولي العهد يقوم بنقلة نوعية للوطن والمواطن بحيث جلب الخبرات و التجارب العالمية وتجربتها وتطبيقها على الوضع داخل المملكة العربية السعودية. رأينا نيوم، رأينا الآن هذه المشاريع في العاصمة الرياض الكبرى، سوف يطلق على عاصمة المملكة العربية السعودية ذا الرياض الكبرى، مما يجعلها من العواصم العالمية الجاذبة. سوف يكون في يوم من الأيام دور كبير لعاصمة المملكة العربية السعودية بقيادة سمو ولي العهد في مثل وبراز مثل هذه المشاريع على الوجهة العالمية. نعم أستاذ حامد، هل المستقبل يهرول إلى الرياض؟ بالفعل، كما ذكرت بعض الصحف هذا العنوان في صفحاتها، المستقبل يهرول للرياض من خلال هذه المشاريع المبشرة والتي تدعو إلى التفاؤل وتدعو إلى الاطمئنان بأن رؤية الوطن تسير في اتجاهها الصحيح مع هذا الطموح، خاصة وأن هذه المشاريع يشرف عليها سمو ولي العهد. مشاريع مثل هذه سوف تتضمن الجودة وسوف تتضمن أيضا الدقة في تنفيذها بشكل يتواكب مع هذه الطموحات العالية. نعم، وهذا كل ما لدينا مشاهدينا في هذه الحلقة. ختاما أشكر ضيفي في الاستديو دكتور أحمد الطيار، مختص بالشؤون الاقتصادية والاستراتيجية. شكرا لك دكتور أحمد. أيضا شكرا لضيفي من جدة الأستاذ حامد الرفاعي، الصحفي في جريدة المدينة. شكرا لك أستاذ حامد. شكرا. الشكر الأول والأخير لكم مشاهدينا على طيب المتابعة، أتمنى لكم متابعة ممتعة مع بقية برامج الإخبارية. إلى اللقاء. قلبي تولع بالرياض، حبي ورثته من الجدود، يا صفحة نعصعت البياض، زرعت الصحراء ويرود. قلبي تولع بالرياض، حبي ورثته من الجدود، يا نجد يا أرض وسماي، يا جزعني وصف اللسان، الحب مالي فيه غان، ما ظني لي غيرك مكان، يا نجد يا أرض عن قلبي تولع بالرياض، حب ورثته من الجدود، يا صفحة نعصعت البياض، زرعت الصحراء.